مساء الخير أعزائنا المشاهدين، احنا النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم عالم لوكي. احنا النهاردة معنا ضيفة جديدة كلنا بنحبها، معكم ألسا. ازيك يا ملك؟ لا ايه، الحمد لله تمام. احنا عايزين نعرف منك شوية أجوبة عن أسئلة عشان جمهورنا يعرف عنك أكتر. جاهزة؟ جاهزة. ممكن تعرفي جمهورنا مين هي إلسا؟ إلسا هي ملكة جبل أريندال، هي أخت أنا الكبيرة، عندها قوة خارقة، أي حاجة بتلمسها تقدر إن هي تحولها لطريق. أنت شايفة إيه تاني ممكن يحقق السعادة غير القوة؟ إن حد يكون قاعد وسط أهله ويكون ليه أصحاب وأخوات يحبوه ويخافوا عليه، ويكون عنده ناس بيتعامل معاها، مش قاعد في وحدة أو في قصر لوحده. تحب تقولي إيه لكل البنات اللي شايفيننا دلوقتي ونفسهم يبقوا زيك؟ أحب أقولهم إن هما يخافوا على أخواتهم، وعلى طول يبقى عندهم صحاب ويسمعوا كلام أهلهم. بس ليه قررتي تبعدي عن أنا أختك مع إنك بتحبيها؟ أنا بحبها قوي وبخاف عليها، عشان كده كنت خايفة إن القوة اللي عندي تأذيها، عشان زمان وإحنا صغيرين من غير قصدي كنا بنلعب وأذيتها، فأنا خفت إن ده يتكرر تاني، فعشان كده اخترت إن أنا أقعد لوحدي. لما بعدتي وعشتي لوحدك كنتي مبسوطة؟ أكيد لأ. ايه هو اللون اللي انت بتحبيه؟ اللون الأزرق والأبيض عشان لون التلج. انتي بطلة فيلم فروزن، ممكن تعرفينا الفيلم ده خد جوايز؟ الفيلم خد جايزة جولدن جلوب، أحسن فيلم كرتون، وخد والأغنية أغنية لات جو خدت أوسكار، أحسن أغنية كرتون. بس امتى تم انتاج الفيلم؟ في سنة 2013. مين هو كاتب الفيلم؟ هانس أندرسون. احب اشكرك على وجودك معانا النهاردة. اعزائي المشاهدين، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا عالم لوكي. باي.